خلينا نرحب على التليفون بسيادة النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين. مساء الخير سيادة النائب. مساء الخير، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، أهلا بيك. أكتر حاجة لفتت نظرك في مشهد اليوم إيه؟ يمكن أكتر حاجة لفتت نظري في مشهد اليوم إن اللي شفناه بعينينا النهاردة على الشاشات واللي لمسوا المواطنين على الأرض لا يحتمل التقويل أو التجريب. احنا شفنا حشود هائلة في استقبال السيد الرئيس على أرض الواقع. ترحيب لا نظير له، وأعتقد إن ده كله حقيقي وله أسبابه. يعني ده مش فقط هو ترحيب برئيس دولة أو برئيس الجمهورية، هو ده له كمان أسبابه. يمكن النهاردة يعني احنا في مشاهد بنشوفها كانت كالحلم وأصبحت واقع. لما نشوف النهاردة إننا بنلبس بإيدينا على الأرض تعمير للكرة المصرية المهملة، ده مهم قوي قوي ده يا سيادة النائب. طبعا لم ينظر إليها أحد، والآن بتسير مجرى الحياة الكريمة. لما نشوف النهاردة إن في يعني احنا النهاردة شفنا سريعا جدا تنفيذ توصيات طلعت في الحوار الوطني كنا لسه مستنيين تنفيذها مستقبلا. لما نلاقي النهاردة قرارات متعلقة إن أنا عندي حرية رأي وتعبير من القاسي والدالي بكل اللهجات والتعبيرات ومن جميع الأطراف، والسيد الرئيس والقيادة السياسية بيستجيب وبيحولها فورا لتوصيات على أرض الواقع، أعتقد إن ده يستحق الترحيب والإشادة اللي إحنا شفناها بعيننا النهاردة. أيوه حياة كريمة. النهاردة كان في افتتاحات في بني سويف، والنهاردة كان الرئيس الحقيقة اتكلم بشكل واضح على انه، وده كان في غاية الأهمية، لأنه يعني في معاناة من الظروف الاقتصادية، في معاناة في ارتفاع أسعار وفي غلاء فيه، وكون انه سيادة الرئيس النهاردة والقيادة السياسية تصرح بشكل واضح وتقول انه ده وصل لها، ده اللي بيؤكد اللي احنا طول الوقت بنقوله، انه سيادة الرئيس وصله تماما ومتابع لكل ما هو غلاء، وهو مقدر دور وإن الشعب المصري يتحمل هذه الأزمة الاقتصادية وهذه المعاناة في ظل هذه الظروف. يعني يمكن النهاردة شفنا أكثر من مشهد، شفنا مشهد متعلق بالظروف الاقتصادية اللي احنا لمسناها، وده في الافتتاحات اللي موجودة حاليا بتحدي جميع الظروف العالمية واللي موجودة حوالينا دلوقتي في الاقتصاد. يعني لا، ده احنا ما زلنا مستمرين في افتتاحات تنمية مستدامة وليست يعني مجرد حجر في المياه الراكد، لا اطلاقا. التنميه دي هتظل لسنوات وسنوات عديده قادمه. شفنا مشهد كمان ثاني انساني جدا جدا لما السيد الرئيس توجه بالتعازي لاهالينا، يعني اللي موجودين في بني سويف. ده كان جبر خاطر لاهالي الضحايا، مهم جدا جدا يعني. وانا مش هيفوتني باسمي وباسم كيان تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، فعلا اعزي جميع اسر الضحايا، ضحايا الاعصار. فيعني دي مشاهد حقيقي مؤثره جدا. لما اشوف النهارده ان لا، ده انا يعني شايفه ان في وقوف بجانب فئات تكافل وكرامه وقرارات حاسمه. شايفه يعني مثلا كان عندنا المتعثرين من سداد الفوائد والغرامات في الهيئه العامه لمشروعات التعمير والتنميه. يعني دي كلها مشاكل فئاتها هي اللي بتكون لمساها. لما نشوف اعفاءات ضريبيه كثيره جدا جدا موجوده، ونشوف كانت يعني مهمه جدا للمزارعين وللناس اللي فعلا والفئات اللي بتظن ان صوتها مش واصل للسيد الرئيس، ونشوف ده قدامنا على مرأى ومسمع من الجميع، اكيد ده شيء عظيم ولازم نشيد بيه هذه الافتتاحات الرئاسيه في مثل هذا اليوم. الحقيقة لازم برضو نوجه الشكر وفرصة وحضرتك معانا للمجتمع المدني على المجهود اللي بيبذله، ولو بنتكلم عن حياة كريمة أو بنتكلم على تواجد المجتمع المدني اللي على طول في أي ظروف تلاقيه في صدارة المشهد. وأعتقد أن الفترات الجاية كمان بوجود التحالف الوطني للجمعيات الأهلية على أرض الواقع هنلاقي تنسيق كبير جدا بين المؤسسات الكبرى والصغرى اللي موجودة على الأرض، سواء حياة كريمة أو غيرها من المؤسسات، كل يعمل في مجاله يعني وفي قطاعه التخصصي. رجالة وشباب حياة كريمة اللي موجودين على الأرض النهاردة في بني سويف أثبتوا أن يعني ما كانش مشهد فقط اللي حصل النهاردة، في متابعة بقالنا سنوات على الأرض
في متابعه من شباب حياه كريمه، ومش نعم. بس في بني سويف، في جميع محافظات الجمهوريه، وده اللي بنشهده في الافتتاحات المتتابعه سواء في الصعيد او في البحيره مؤخرا او في جميع محافظات الجمهوريه اللي بينزل فيها السيد الرئيس لهذه الافتتاحات. نعم، اشكرك شكرا جزيلا سياده النائبه.